أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. الفنان عبد الله بهمن يتزوج للمرة الثالثة ولن تتوقع عمره وجنسيته، وطلبه للزواج من ياسمين صبري وما لا تعرفه عنه. دعا الفنان الكويتي عبد الله بهمن محبيه واصدقائه لحضور حفل زفافه المقرر ان يقام في شهر نوفمبر المقبل عام 2019، حيث انه حجز قاعة خاصة لحفل زفافه ووجه دعوة خاصة لاخوانه لاجل الحضور، ووجه الشكر لكل من هنأه بمناسبة عقد قرانه. وكان الفنان عبد الله بهمن قد كشف عن عقد قرانه في أجواء عائلية، بينما لم يكشف عن زوجته سوى اسمها أو نشر صورتها. وبهذا الزواج يكون بذلك زواجه الثالث في أجواء هادئة بعيدا عن الاحتفالات الصاخبة التي تصاحب تلك المناسبات. وفي وقت سابق أثار الجدل عندما طلب الفنان عبد الله بهمن الزواج من الفنانة المصرية ياسمين صبري التي رفضت طلبه. عندما كتب الفنان الكويتي عبد الله بهمن: والله أحبها ياسمين صبري وكتبت لها في أكاونتها إذا أنت مطلقة فأنا جاهز، وكان رد فعلها أن حضرته مباشرة. الفنان عبد الله بهمن رد بطريقة شديدة اللهجة على من يسخرون من تفكيره بالزواج من النجمة المصرية ياسمين صبري. وعلى الرغم من أنه ذكر فيما قبل أن سبب طلاقه من زوجته السابقة النجمة الكويتية هنادية الكندري هو إقدامها على خلع الحجاب وتمسكها بالعمل في التمثيل، حيث تمادى الفنان عبد الله بهمن في الأزمة التي أثارتها تصريحاته حول الفنانة المصرية ياسمين صبري، بل وكتب تدوينة يطلب فيها من والدته أن تخطبها له. وكان الفنان عبد الله بهمن قد تزوج مرتين من قبل، حيث كان زواجه الأول من الفنانة هنادية الكندري عام 2012، إلا أنه انفصل عنها. وكشف الفنان الكويتي عبد الله بهمن عن أسباب طلاقه من الفنانة هنادية الكندري، وخلافها الوحيد معها هو خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل. وبعد انفصالها تزوجت المخرج محمد الحداد في مارس عام 2014، وفي أكتوبر من العام ذاته أنجبت التوأم آدم وإيفا. وهذه الفنانة هنادية الكندري. ثم تزوج للمرة الثانية فتاة من خارج الوسط الفني عام 2015 قبل أن ينفصلوا عنها أيضا. الاسم بالكامل: عبد الله حسن عبد الملك حيدر بهمن. وهذا هو والد الفنان عبد الله بهمن. ولد الفنان عبد الله بهمن في الكويت بتاريخ 27 من سبتمبر العام 1982، ويبلغ من العمر 37 عاما. وجنسية الفنان عبد الله بهمن هي كويتي. شاهد الفنان عبد الله بهمن في الطفولة وأيام الدراسة. وتخرج الفنان عبد الله بهمن من المعهد العالي للفنون المسرحية. وكانت بدايته الفنية في المسرح الجامعي، ولفت موهبته الفنان خالد المفيدي الذي أدخله إلى مسرح الشباب، ومن ثم تبناه مسرحيا الدكتور شايع الشايع.
وبدأ مشواره الفني مع الفنانة سعاد عبد الله وحقق نجاحا كبيرا، وكان أول عمل له هو مسلسل شاهين مع سندريلا الشاشة الخليجية سعاد عبد الله، وكان أجره مبلغ 750 دينار. وأيضا شارك في نفس العام في مسلسل عرس الدم وكان أجره مبلغ 1500 دينار. وهو ممثل كويتي جريء وصريح، وقد برع في أدواره التمثيلية واستطاع أن يثبت نفسه في الدراما والمسرح. الفنان عبد الله بهمن رجل شرقي وحريص على أهله ويرفض الظهور الإعلامي لأنه من النوع الغيور، ولا ينصح بفكرة ارتباط شخص من داخل الوسط الفني. ويحب المرأة أن تكرس حياتها لزوجها، والشهرة والنجومية إدمان، ومن الصعب التخلي عنها ما إذا اعتاد الشخص على ذلك. وكان عنده أمنية التمثيل في شاشة السينما وقد حقق ذلك، ويعشق الشخصيات المثيرة للجدل. وفي بدايته الفنية وجد معارضة شديدة من الأهل، ولكن بعدما قدم أولى أعماله بدأت العائلة تتقبل الفكرة وتساهم في اختيار أعماله. ويعشق الفنان عبد الله بهمن كرة القدم ويشجع فريق العربي الكويتي وفريق برشلونة الأسباني حتى النخاع، وكذلك يمارس هواية الشعر والرسم، فإنه يكتب أحيانا ويرسم كثيرا. وصرح في وقت سابق أن الفنان المصري أحمد حلمي يجب أن يصل للعالمية لأنه يستحق أكثر من ذلك، ويعشق هدوء الفنان المصري أحمد السقا. وأيضا بالنسبة إلى الفنانات يمكن القول أن مصر ولادة نجوم، هناك الكثير من الأسماء منهم غادة عبد الرازق ومنى زكي ومي عز الدين. يعد الفنان الكويتي عبد الله بهمن من ألمع نجوم الشباب في الدراما الكويتية والخليجية، ويتمتع بموهبة عالية في التمثيل منذ الصغر جعلته قادرا على أداء كافة الأنواع الدرامية، فبرع في الأدوار الكوميدية والتراجيدية والاجتماعية. وكانت بدايته الفنية ودخوله عالم التمثيل عام 2007، وقدم العديد من المسلسلات وفي السينما وعلى المسرح. ومن أعمال الفنان عبد الله بهمن في التلفزيون عشاق رغم الطلاق، الجسر، محطة انتظار، المسافات، خيانة وطن، لو إني أعرف خاتمتي، أحببتك منذ الصغر، بقايا ألم، صديقات العمر، مطلقات صغيرات، وسكن الطالبات. ومن أعمال الفنان عبد الله بهمن على المسرح بيت المرحوم، مصباح زين، الدمية القاتلة، الصيدة بلندن، الطنبور، ساعة ميروس، فانتازيا. ومن أعمال الفنان عبد الله بهمن من الأفلام فيلم كيوت عام 2008، وأيضا فيلم دوائر الخطر عام 2018.